تبعد الفريقين كما قلنا عن النهاية الرسمية لأحداث الشوط الأول. كرة باقية لمصلحة الريال. عودة من جديد إلى سيرخيو راموس. مارسيلو في الانتظار وفي الاستقبال في الجبهة اليسرى. بيل على مشارف منطقة الجزاء. أقرب إليه إسكو. إسكو والبحث عن عرضية. بالفعل هي عرضية خطيرة جدا في الشباك. هدف أول. هدف أول للمرينجي بتوقيع خيمس رودريغيز. الهدف كان يطبق على نار هادئة. والترجمة جاءت برأس الكولومبي لتسعد السيد بنيتز. وهدف أول في افتتاح منافسات بطولة أودية الودية. يسعد جماهير وعشاق المرينجي الحاضرين هنا في مدرجات أليانز أرينا والحاضرين بطبيعة الحال حول الشاشات. هذه الإعادة من جديد. كرة بالمقاس رائعة مليمترية كانت من إسكو باتجاه خيمس رودريغيز. يدعها كما ينبغي بكل هدوء بكل رزانة بكل إتقان بكل روعة على يمين ميشي الفورم. هدف أول في هذا اللقاء. هذا ارتقاء خيمس رودريغيز والرأسية الرائعة في الشباك على يمين حارس المرمى. هنا الإعادة من جديد تظهر براعة التنفيذ ودقة الصنعة بروعة براسية خيمس رودريغيز. هدف أول في هذا اللقاء لمصلحة الريال. هدف مستحق لمصلحة ريال مدريد الذي يعني يسيطر على غالبية أطوار هذا اللقاء. شاهدناه يتحكم باللعب في معظم جزئيات ومراحل وتفاصيل هذه المواجهة في الشوط الأول أو في ممر من دقائق من عمر اللقاء. إذن المرينجي يفتتح التسجيل بعد 37 دقيقة من عمر البداية والانطلاقة برأسية رائعة قابل تبقي الريال في الريادة والأفضلية والأسبقية في هذا اللقاء. ركلة مرمى لكيكو كاسيا كما قلنا ختام المشوار الاستعدادي بطولة كأس السعودية الودية. ختام المشوار بصورة نهائية بالفعل بالنسبة لفريق توتنهام قبل أن يخوض لقاءه الأول في منافسات البريمير ليج في مواجهة المان يونايتد في أولد ترافورد في الثامن من الشهر الحالي. بينما يعني سيبقى هناك لقاء وحيد للريال بعد هذه المنافسات في 9 أغسطس أمام نادي فاليرينغا النادي النرويجي يعني نادي مغمور. اختار الريال ليكون ختام الاستعداد. هنا انطلاقة بال يخطف الكرة. بال من بعيد يصوب ويهز الشباك. جارث بال الويلزي الدولي اللاعب السابق للسبيرز يعاقب توتنهام بما يملك من مهارة وإبداع بما يملك من إمكانيات وإمتاع. يصوب يسارية قوية تهز الشباك على يمين الحارس ميشيل فورم. يستعين بما يملك من مهارة بما يملك من براعة وأيضا يستعين بحسن الطالع. لاحظ الضغط البريسنج العالي الشديد. يخطف الكرة يتقدم وهنا التصويبة اصطدمت بالأرض أمام حارس المرمى. أربكت حسابات ميشيل فورم لتستقر في المقص الأيمن. هدف ثاني لصالح الريال. لاحظ التصويبة والكرة التي اصطدمت على مقربة من